أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والصديقات في حلقة اليوم. يتعلق الأمر بالحديث عن أشهر الجواسيس وكذلك عن أشهر الجاسوسات على المستوى العالمي. ننتقل من طبيعة الحال من الوطني إلى الدولي، يعني في إطار تنوع المواضيع. قصة اليوم عن ماتا هاري الهولندية وقصة حياتها، وهي من المواضيع الرئيسية اللي يعني التي ألف حولها الكاتب البرازيلي باولو كويلو روايته وسماها الجاسوسة. وهذه ليست المرة الأولى التي يعني ماتا هاري تلهم فيها بحياتها المليئة بالأحداث والوقائع العديد من الكتاب، سواء في السينما أو على المسرحيات، بل هناك أيضا عرض راقص لهذه الشخصية قامت به دار الأوبرا الهولندية، وهي عن أشهر جاسوسة في التاريخ المعاصر. ماتا هاري هي راقصة ولدت سنة عام 1876 باسم مارغريتا جيسترودا زيلي في هولندا لوالدين من طبيعة الحال هولنديين. كان والدها صانع قبعات ومستثمر في صناعة النفط، مما جعلها عائلة غنية تتمتع هي وأخواتها بطفولة سخية للغاية. لكن عام 1889 يعني وقع ما لم يكن في الحسبان، حينما كان عمرها في 13 عاما، أن والدها أصابه الإفلاس وأدى ذلك إلى طلاق والديها وموت والدتها عام 1891. من طبيعة الحال لن تتوقف الحياة بعد زواج والدها للمرة الثانية. ذهبت ماري لتعيش مع والدها الروحي في سينيك، وذهبت بعد ذلك لليدن لتدرس وتصبح معلمة حضانة. لكن أثناء دراستها أعجب بها المدير وأقامت علاقة معه وهي في سن 16، أدى إلى فصلها من طبيعة الحال، وأدى إلى معاقبة المدير لأنه من طبيعة الحال يعني دخل في علاقة مع طفلة قاصرة. بعد عامين كانت ماري هاري متزوجة من الضابط رودولف ماكلويد، وسافرت معه إلى الهند الشرقية الهولندية التي تعرف الآن بأندونيسيا، وأنجبت طفلين نورمان جون في عام 1897، ثم لويزا عام 1898. لكن علاقتها الزوجية كانت سيئة، فزوجها كان مدمنا على الكحول وكان يضربها ويلومها، وأنه كان يقول بأنها هي التي تسببت في عدم ترقيته لأنها كانت تخونه بين الفينة والأخرى. تركت ماتا هاري زوجها مؤقتا وانتقلت للعيش مع ضابط آخر يسمى فان ريدز، وفي ذلك الوقت بدأت بدراسة التقاليد الأندونيسية بشكل مكثف لعدة أشهر، وانضمت إلى شركة رقص محلية خلال ذلك الوقت. بعدها عادت إلى زوجها الذي لم تتغير تصرفاته على الإطلاق. وفي ذلك الوقت مرض طفليها بسبب المضاعفات المتعلقة بعلاج مرض الزهري الذي انتقل إليهم من والدتهم بعد نقلت لهم العدوى من زوجها، وقدرت يعني الطفلة أن تنجو بمعجزة. من طبيعة الحال بعدما عادت لهولندا مع بنتها وزوجها طلقت منها أو حصلت على الطلاق، وكان رودولف مطالبا بدفع نفقات يعني النفقة ويعني ما تسبب في العديد من المضاعفات بينهما والمشاكل، إلى أن ماتت لويز في سن 21 بسبب نفس المرض الذي مات به أخوها الأصغر. انتقلت ماتا هاري لباريس. يعني الحكاية ستبدأ
من هنا من طبيعة الحال انتقلت ماتا هاري لباريس سنة 1903 وواجهت صعوبة في كسب المال، لكن بحلول سنة 1905 بدأت تكسب شهرة كراقصة تعري بعد عرضها في متحف جيمي الذي يتميز بأدائها الغزلي وتباهيها بجسدها دون خجل، مما جعل الجمهور مهووسا بها، ووصف بأسلوبها بكونه كان مثيرا في ذاك الوقت وبه الكثير من الاعتزاز بالنفس، ونالت يعني العديد من إعجاب الجمهور على ما قدمته من أعمال. إذن كان أشهر قسم من عرضها هو الذي تتجرد فيه من ملابسها بشكل تدريجي لتصبح عارية بالكامل باستثناء حمالة الصدر مرصعة بالجواهر التي لم تخلعها بسبب عدم ثقتها حيال حجم ثدييها وبعض الحلي على ذراعيها كما نرى في الصور. والحقيقة لم تكن مطهري عارية كما ظن الجميع، فهي كانت ترتدي بدلة بلون جسمها في جميع العروض. كمعظم الراقصات والعارضات خلال هذه الفترة كذبت مطهري حول أصولها وقالت أنها أميرة من جاوا، ولدت في أندونيسيا الهندوسية وتعلمت الرقص منذ طفولتها، ولعدم معرفة الأوروبيين بالحضارة الجنوب آسيوية أو حضارة جنوب شرق آسيا حينها صدقوا كل كلامها، ونجحت قصتها في تغيير فكرة الناس عن رقص التعري واعتبروه فنا، مما جعلها امرأة محبوبة للغاية، ويعني اختلطت مع الدوائر الغنية ومع الأثرياء في المجتمع الفرنسي، سمح لها بأن تتوغل بشكل أكبر، ومن هنا تبدأ قصة يعني ما يعرف بالجاسوسية. فبحلول 1910 عرف الجميع أن قصة أصلها مجرد كذب وتلفيق من أجل يعني مشوارها الفني، ولكنها استمرت في الرقص وحازت على شهرة أوروبية ودعا صيتها في جميع أنحاء العالم. بداية من سنة 1912 انحدر يعني منسوب شهرة مطهري، فكانت في 36 من عمرها وبدأ وزنها في الزيادة، ورقصت لآخر مرة يوم 13 مارس من سنة 1915 في ألمانيا، لكن لا يهم الأمر، حينها كانت مطهري قد كسبت العديد من العلاقات مع رجال الطبقة السياسية وطبقة يعني الطبقة العليا داخل المجتمع الفرنسي الذين كانوا مصدرا للكثير من المعلومات التي كانت تتوفر عليها. مع بداية الحرب العالمية الأولى بدأت ألمانيا في رؤيتها كسلاح فعال، فجندوها كجاسوسة على فرنسا مقابل قدر كبير من المال، وهذا لم تنكره يعني مطهري أبدا. في نفس الوقت جندتها فرنسا هي الأخرى كجاسوسة لتجلب لهم معلومات عن ألمانيا، مما نجحت في فعله بمعنى أنها جاسوسة مزدوجة. في هذه الوقت كانت تعطي لألمانيا أخبارا عن السياسيين الفرنسيين، ونفس الأمر بالنسبة لألمانيا، وتم كشفها من طرف الألمان كجاسوسة. في يوم 13 فبراير 1917 يعني سنة قبل نهاية الحرب العالمية الأولى تم القبض على ماتا هاري ومحاكمتها بتهمة الجاسوسية والتسبب في مقتل 50,000 جندي فرنسي على الأقل، بالرغم من الشكوك المخابرات الفرنسية والبريطانية في كونها جاسوسة، ومحاولة ألمانيا لكشفها لهم لم يكن هناك دليل واحد على إدانتها أو نقلها لأي معلومات يعني ذات أهمية بالغة إلى ألمانيا. إذن كان المحقق في هذه القضية هو الكابتن بيير بوشاردون الذي استخدم كذبها يعني عن أصلها وشخصيتها كدليل عن براعتها في الكذب والخداع. في نفس الوقت كان الكابتن جورج لادوكس
الذي جندها كجاسوسة يعمل على إدانتها، ففسر الجميع أفعالها بشكل خاطئ، وحتى وصل لأن يبعث في أدلة براءتها على أنها عاهرة لكنها لم تكن خائنة كما قالت هذه الجملة أو كما رددها الدفاع وكما رددتها ماري هاري. بعد ذلك كانت تقول أنا عاهرة لكنني لست خائنة أبدا. إذن بعد سلسلة من المحاكمات يعني بشكل سريع أعدمت مات ضربا بالرصاص قبل فجر 15 أكتوبر 1917 حسب قول الشاهد على إعدامها هنري ويلز، فإن مات هاري رفضت أن تغمي عينيها وأرسلت قبلة في الهواء لفريق إعدامها قبل أن يطلقوا النار، وبعد أن ضربت بالنار استقرت على ركبتها ببطء شديد برأس مرفوعة ونظرة شامخة لم تتغير حتى سقوط جزئها العلوي أرضا وعلى موتها. أتى من طبيعة الحال إعدامها في نفس الوقت الذي كانت تخسر فيه فرنسا الحرب، مما جعل الكثيرين يصفون أن إعدامها كان فقط مجرد حيلة ودعاية استخدمتها فرنسا لتلهي شعبها عن فشلها في الحرب، خاصة أنها هولندية وخاصة أن محاميها منع من جميع حقوقها أو حقوقهم مثل استجواب شهود الإدعاء. وبعد عدة سنوات اعترف الكابتن بيير بوشاردون أنه لم يكن هناك أدلة كافية لإعدام ماتا هاري. نأتي يعني إلى نهاية هذه القصة، قصة ماتا هاري وكيف يعني استخدمت من كلا الجانبين وكيف تم إعدامها كجاسوسة هولندية شهيرة جدا. ولكن ما الذي يمكن أن نستفيده من هذه القصة؟ يمكن أن نستفيد من القصة بأن يعني مجال الفن وهذه الراقصات يعني في العديد من المواقع سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في العالم العربي استخدموا كأداة لنقل المعلومات نظرا للعلاقات الحميمية التي تربطها مع الكثير من الشخصيات. إذن إلى هنا نأتي على نهاية حلقتنا، شكرا لاقتراحاتكم وشكرا كذلك لتفاعلكم ودعمكم المستمر في القناة. كان معكم عبد الله، وإلى لقاءات متجددة بحول الله، كل المحبة والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.